احنا هنسمع الشعيره اللي هيكتبها اخويا فاضل الاستاذ احمد رشوان، وهنسمع بعدها الاستاذه ليلى. لا احنا قلنا خلاص مفيش مشكله عشان الوقت. استاذه الفنانه ليلى جاي اسكندريه عشان تسمعها، وفرحنا انت قاعد على السلم، فاحنا نسمعها. واحنا ما قدمناش حد، الاستاذ رأفت واستاذ الاستاذ حسن عبد الرازق والاستاذ سهير الشافعي بعد الاستاذه زيزي، ما قدمناش حد كتير يعني. تفضل. نزلت بحر الادب وجيت انا خلفي، مش كل صاحب علوم توب العلوم خلفي. ساعة الشفاعة يا ولد غير النبي ما يبان، وفتح بيبان النبي والمسلمين خلفي. مع الأستاذة زينب الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الأستاذ محمد على الدعوة الكريمة، بشكر المنصة الكبيرة والمنصة الأكبر. زايلة الدنيا وما تستاهل، تعزي وتغضب رب عزيز، جاهد نفسك واهزم ضعفك، قلت المولى لك تفوز. فاكر انك فيها مخلد، داير ترمح فيها وتلعب وتقول بكره وبعده أمر، وإن العمر طويل ومبحبح، وإن الدنيا مليها حدود، لا وحياتك مش هتدور، تولد أسرت زي ما تبقى، هما يهموا تكون مقبول، أوعى في يوم الدنيا تتشتت، ولا شطارك يلعب بيك، إعمل خير في الدنيا وكتر، صلي وزكي وحب وفوق. واذكر ربك اياك تنسى، واعرف حق الجبر الصفرا، واحسب عملك قبل النوم، بكره تحاول تحسن عملك لكن تعجز حتى تقوم، سرع فعل الخير واستعجل، اوعى تسوف اوعى تاجل، وابعد عن عصيانك وارجع، حاسب نفسك قبل ما تندم، قبل ما يجي عليك الدور، وتكون واحد من الاثنين، إما في جنة تعيش متهنم أو في النار وتكون مهموم. ربنا يحسن لينا ختامنا ويجمعنا مع إخواننا ويا حبيبنا طه ياسين ويا حبيبنا.